السلام عليكم، اهلا بيكم يا جماعه. صوت واضح كده؟ ماشي. اهلا بيكم يا جماعه. النهارده باذن الله الافتتاح يعني بتاع الورشه. هو انا عايز بس اعرف الاول في كام واحد من اللي قاعدين مش عارفين خالص عرب هوديني او مش جايين تبع عرب هوديني؟ ممتاز. طيب هو الاول انا حازم صبري، شغال في قناه ام بي سي 3 دي ارتست، شغال في المجال من سنه 2003 من ساعه التخرج. انا خريج فنون جميله اصلا. بالنسبة للهوديني بقى اللي هي القعدة بتاعت النهاردة، هو المفروض ان الهوديني لو في حد فيكم في حد ما يعرفش اي حاجة عن الهوديني خالص من اللي قاعدين، ده ما شاء الله عدد كبير. طب تمام جدا. طيب هو برنامج الهوديني هو برنامج 3 دي. برنامج الهوديني هو برنامج 3 دي زي الماكس زي المايا زي اي باكج 3 دي بنتعامل معاها، بس هو برنامج متخصص اكتر في الفيجوال افكتس بشكل اساسي. طبعا كل برامج ال 3 دي ممكن نقعد نتكلم لحد بكرة الصبح خلافات، لا الماكس احسن المايا احسن، مش هنخلص يعني من الموضوع دوت. بس هي خلاصة القول ان الماكس الهوديني بالنسبة للشركات العالمية في اي افلام بتلاقي ان الهوديني هي اكتر اداة بيعتمدوا عليها في الفيجوال افكتس. فهوريكم بس الشوريل بقى بتاع الهوديني نفسه. برنامج يعني عظيم جدا الصراحه. المهم انتوا لو زي ما شفتوا في الشوريت بتاع هوديني هتلاقوا هو معظم الشغل كله معتمد على الفيجوال افكتس، سواء انفجارات دخان نار، يعني هو ده قوته. طبعا هو كباكج 3 دي فيها موديلنج فيها انيميشن فيها كل حاجه من الباكجز بتاعت ال 3 دي anyway، بس هو التركيز عليه كحاجه اساسيه هو الفيجوال افكتس. ف
يعني انا كواحد مستخدم حابب ان انا اتخصص في موضوع الفيجوال افكتس، فعشان كده عامل فوكس عليه جدا، وحابب ان انا ايه اطور نفسي في الاتجاه ده. لان اي حد، انا دايما بقول كده، اي حد بيفكر يشتغل فيجوال افكتس بس بره، يسافر بره في مثلا امريكا كندا واتيفر، في اي حته بره، هو ده التول الاساسيه عندهم. فانا واتيفر بقى بالنسبه لي، انا حابب ان انا امستر الموضوع بشكل، حتى لو انا قاعد في مصر في دوله عربيه واتيفر، انا نفسي ان انا استخدم افضل اداه في الحته دي. تمام. في الاول بس تعريف على الموضوع بتاع عرب سي جي كوميونتي ببساطه، بس انا عايز اعرف الموضوع دوت. انا عامل حاجه اسمها عرب سي جي كوميونتي، موجوده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، تقدروا تخشوا وتشوفوها. هي الموضوع كله رؤيتي ببساطه ان انا نفسي ان انا اعمل كوميونتي شيرنج للاكسبيرينس، يعني ان هي تبقى نفسي في الاخر ان هي كوميونتي اي حد عنده خبره يساعد الناس المبتدئين، مش بالضروره. يعني اصل هي دايما مشكله اللي انا دايما بحكيها للناس، اي واحد بيجي يقعد يشتغل في المجال بيقعد يبدا من صفر، كلنا بنبدا من صفر كلنا، بس بنطلع بقى حسب بقى كل واحد ونفسه، نوصل لحد 10 بوينت 12 بوينت واتيفر، بتوصل الاكسبيرينس دي بتقف خلاص، خرجت بره المجال، فتحت سوبر ماركت واتيفر بقى، غيرت اللي غيرته، ال 13 بوينت اللي انت عملتهم دول اترموا في الشارع. فاي حد هيبدا تاني هيبدا من صفر. فعشان كده انتوا لو تاخدوا بالكم ان في الكارير، لما تتفرجوا على اي حاجه في التلفزيون المصري، مسلسلات واتيفر، اي حاجه، الكواليتي الستاندرد بتاع الكواليتي بتاعنا تحس ان هو كله واقف. يعني انت البرامج هي عندك بتتطور، التولز بتتطور، لكن الاكسبيرينس بتاعت اليوزرز انا بحس ان هي الدنيا واقفه، لان احنا الفرصه الوحيده ان الناس تشير الاكسبيرينس. anyway، فانا عملت الفكره دي بحيث ان انا كنت حابب ان انا، هو احنا برضو مشكله عندنا ان دايما كل واحد بيقول ايه، يا سلام لو حد يعمل كذا، لو يا سلام. فانا حبيت ان انا اخد الانيشيشن عن نفسي، يعني ان انا لا ابتدي اعمل حاجات، كورسات واتيفر، حاجات فري للناس اونلاين. anyway، انا كنت سجلت 5 لقاءات كانت على اليوتيوب، هتلاقوها موجوده على اليوتيوب وعلى صفحتنا برضو على الفيسبوك، وان شاء الله هبقى اكمل لما بس ارجع الامارات تاني، لان احنا شغلنا بس في دبي في الامارات. فكان تركيزي كله على ان انا احاول اجيب يا اما ناس حققوا حاجه كبيره جدا في المجال فيعلموا الناس بالاكسبيرينس دي. ما يهمنيش ان انا اقعد اسمع اللي هو انت اتولدت فين وعشت فين، مش ده اللي هيهمني انا كيوزر كمستمع. انا بعتقد ان الناس اللي هيهمها ان انا اقعد اسمع انت وصلت اللي انت وصلت له ده ازاي، ايه البرامج اللي انت من وجهه نظرك ان هي صح، ايه الورك فلو الصح اللي انا المفروض اشتغل بيها. فهتلاقي يعني مثلا وليد فتحي دوت، دي انا كنت تحديدا، هو وليد ما شاء الله حد شغال عندنا في ام بي سي، حد ما شاء الله يعني شغله حلو جدا. مثلا دي وظيفه برده ما حدش يعرف عنها كتير، فانا كنت حابب ان هو يوضح الحته دي. هو شغله مثلا برودكاست جرافيك ديزاينر. الموضوع ده ممكن تلاقي في ناس جرافيك ديزاينر كتير جدا ما يعرفوش ان ممكن ليهم مجال في القنوات، في الجزء بتاع البرودكاست، ان انت بتشتغل في الاون اير جرافيكس. فاسمعوا برضو الحوار ده حلو جدا، لان هو وضح حاجات جميله جدا محدش ممكن يبقى عنده رؤيه الموضوع ده. anyway، يعني ده انا بحاول ان انا انقل اكسبيرينس من الناس اللي هو حقق حاجه، او ان هو مجالات ممكن محدش يعرف عنها حاجه ومهمه جدا للارتست بتاعتنا. تمام. عرب وديني، للي ما يعرفش يعني عرب وديني، انا الموضوع ده انا حكيته كتير، يعني بس احكيه مره كمان زياده. انا كنت طلعت كندا، رحت سيجراف كندا، كان من فتره طويله، بس انا لما رحت وقدمت هناك كان في الجوب فير، فاحتكيت بحاجه ان في شركات جرافيكس هناك، انا كنت بشتغل داينامكس بس مويه وريل فلو حاجات كده. فلما احتكيت بشركات هناك فوجئت ان الشركات هناك الطلب اكتر على الهوديني، فانا ده اللي عمل لي شويه ايه، احنا بنحرق قوي قوي قوي، وانا نفسي اطلع اشتغل بره اخد اكسبيرينس يعني في الجزء اللي بره. فالمجال بره هو الاتجاه ده، فاحنا عمالين بنحرق شويه في اتجاهات تانية. هي مفيده بالنسبه للمجال في مصر ان الماكس 3 دي ماكس عليه مثلا طلب، او المايه عليها طلب كتير، بس الناس بره مدام الورك فلو والكواليتي اللي بيطلعوها بالافلام واصله للليميت ده، احنا المفروض ان احنا نبتدي نبص على البرامج دي. فانا من هنا جات لي فكره ان هو لا، انا لازم، خدت قرار ان لازم اتعلم موضوع الهوديني ده. المهم لما رجعت مصر ابتديت، لما رجعت الامارات اسف، وابتديت ان انا اذاكر في الهوديني، فخطر في بالي طب لما انا شفت ان دي افاده وممكن هتفيد ناس كتير جدا، ليه اذاكر ده لوحدي؟ فجت فكره ان انا ابدا موضوع النشاط، ان انا اعمل نشاط على الجروب اللي هو كان سي جي ريفولوشن، لو حد يعرفه. الجروب ده مهم جدا يا جماعه، لازم كلكم تشاركوا عليه، يعني لان هو ده اكبر تقريبا جروب لامم كل الناس اللي في الميديا اللي هي بتاعه ال 3 دي والجرافيكس بوجه عام. فابتديت النشاط بتاعي هناك، ان انا ابتديت اكلم الناس عن اهميه الهوديني ونذاكر كلنا سوا وكده، وابتدينا الانشطه بتاعتنا هناك. وهو بس اسامه، محمد اسامه صديقنا،
جدع ده يعني ليه حابب اشكره يعني، لان هو اقترح عليا فكره ان احنا نعمل جروب يعني نلم الناس كل المهتمين بالهوديني في جروب واحد ونقعد نبتدي نناقش الحاجات اللي هي بتاعت الهوديني ونساعد بعض ودروس والجو ده. انا ما كنتش مقتنع قوي الصراحه، فهو الراجل يعني يشكر، ف يعني لا شجعني جامد، لا تعالى نعمل جروب. المهم الحدوته عملنا جروب بتاع عرب هوديني ده وابتدينا النشاط عليه. فهو عرب هوديني اي حد هيشارك معانا يعني عليه، احنا بنعمل بنحاول بقدر الامكان ان احنا نسبورت بعض، اي حد مهتم بالهوديني دوت ان احنا نعمل. يعني انا عملت ورشه اتعادت ثلاث يعني مش اتعادت هي يعني قصدي حاولنا نعمل للبيجنرز اي حد بادئ خالص من المجال مفيش خالص في الهوديني، عملناها ثالث مره الشباب بقى اللي هم ثالث مره. ايوه هو الشباب ده بس اتنين بس منكم. طب اوكي ماشي ما شاء الله، الناس دي لو شفت شغلها على الجروب عاملين شغل حلو جدا ممتاز يعني. فالمهم عرب هوديني هو انا عامله فوكس على بس الهوديني، لكن عرب سي جي كوميونتي انا بحاول انها تبقى حاجه عامه جدا، تبقى بتعمل يعني بتخدم المجال بشكل عام. تمام، فبرضه ده على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. جميل جدا. هو السؤال بقى المهم جدا، انا حابب في الاول اوضح انا ليه بعمل كده، ليه بعمل ده. يعني ده اللي انا اتكلمت فيه برضو من شويه، لو كل واحد هيقعد يجمع شويه خبره وخلاص بقى يعني شق طريقه بره يسافر واتفر يعمل اللي يعمله وخلاص، دي انا شايف ان احنا كده ما بنساعدش المجال على حاجه. احنا المفروض ان احنا نسبورت بعض، خلاص انا عرفت حاجه ابتدي اعلم، غير يتعلم يعلم غيره، فهكذا نبتدي كلنا نعلى. وانا قلت برضو الموضوع ده لما بتشير المعلومة الموضوع ده بيرجع لك تاني. يعني الموضوع أنا دلوقتي علمتك حاجة، الدنيا دي هتلف هتلاقي المعلومة بتفيدني خلاص. فعشان كده أنا دايما بقول إحنا الناس كلها لازم تحاول بقدر الإمكان حتى لو معلوماتك صغيرة جدا برضو ساعد باللي تعرفه. فعشان كده حتى أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا بوش الناس اللي معانا في الجروب بتاع عرب وديني، إن أنت حتى لو بيجنر ولسه الورشة في الأول حاول تسبورت، مادام أنت عرفت معلومة ساعد غيرك بيها، فبحيث إن إحنا نكبر يعني. طبعا في ناس لا 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 انت فاهم الكلام ده لا يعنيني في شيء، اتس اوكي يعني هو المجال كده كده شغال، بس يعني ارجو الناس ان هي تتبنى المفهوم دوت عشان فعلا الدنيا يحصل فيها تغيير يعني. anyway فبالنسبه بقى الورشه بتاعت النهارده، انا عشان اوضح لكم بس في شويه اسئله كتيره قوي بتدور حوالين الورشه دي. اولا انا ليه سميتها 101؟ هو الموضوع ده غريب شويه. دلوقتي انا عملت ورشه، فبقيت كل شويه لما اجي اجددها اقول ايه الورشه الجديده، فالورشة القديمة طب وفين واللف ده يعني. فلما خطر في بالي ان احنا هنعمل بقى يعني ايه في جروب اولاني خلص وهنعمل ابجريد ان هو هنخش بقى على الليفل تاني ونحط دروس ونبتدي نذاكر يعني وكده، فالجروب الجديد اللي داخل في الورشة الجديدة هنسميه ازاي؟ خلاصة فانا جبت فكرة يعني اللي هو ايه 100 دي اللي هو الليفل 1 خلاص، وواحد ده اللي هو الويك، فهو احنا كده 101 ده يعني الليفل 1 ويك 1، فالاسبوع التاني هيبقى 102، الاسبوع الثالث 103 وهكذا يعني. خطه الفكره اللي انا عاملها بقى اللي انا بطبقها في ورشه عرب هوديني ده، ان انا دلوقتي عامل حاجتين في نفس الوقت، عامل جدول مذاكره بتاع الدروس، هما الدروس كانوا 11 درس او 12 درس من الشركه نفسها اللي هي السايد افكتس اللي هي اللي عامله الهوديني، بحيث ان الناس هم عاملين مقدمه ممتازه للبرنامج الصراحه يعني. انا ده بعد ما اتفرجت على مجموعه دروس كتيره جدا لقيت ان دي افضل بدايه لاي حد عايز يبتدي لازم يبدا بالحته دي. فانا عملت ان هو قسمت لهم الجدول، لو دخلتوا على الجروب هتلاقي الجدول ده، ان الواحد لما يجي يبتدي ياخد محاضره من سايد افكتس دي اول واحده، واللي انا بعمله ان هم بيذاكروه لمده اسبوع، وانا في نهايه الاسبوع بعمل لقاء لايف سكايب وبعمل تيم فيور، فبنخش كلنا بشير سكرين الناس تشوف شغلي وانا بشتغل واقعد اشرح لهم انا محاضره، فبقى ماشي بالتوازي. لو حاجه وقفت معاهم في اللي هم بيذاكروه بيقولوا لي والله احنا وقف معانا كذا كذا كذا، فابتدي انا ايه اشرح دوت في الدرس. لان الهوديني يعني انا مش عايز بس الموضوع يبقى تقيل على الناس، هو البرنامج مش عامل زي الماكس او الماي. لو حد احتك مع البرامج دي انت الماكس او الماي شويه انت ممكن لو خبطت توصل، الهوديني مش ماشي كده خالص، انت لو خبطت تخبط دماغك للصبح كمل بقى انت فاهم. فالبرنامج لا محتاج ان انت تمشي صح وبترتيب، والموضوع عايز مجهود شويه فيه. فانا مهتم جدا بالورشه دي، ان انا لان تعبت جدا 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 عشان اعرف الدنيا في الهوديني بتمشي ازاي. انا لسه يعني اعتبر لسه في بدايه البرنامج يعني، واحد ما قطعش شوط كبير قوي، بس انا قصدي عرفت ان المفروض الترتيبه الصح اللي تمشي بيها كواحد مبتدئ اسهل طريقه تخش بيها ازاي. فعشان كده انا مرتب الحوار، تاخدوا محاضره من الجدول وتاخدوا محاضره من اللي انا بعمله دوت، وبنقعد ايه السيشن اللايف بتاعنا ده. تمام جميل جدا. طيب بالنسبه هنعمل بقى الايه
هبتدي اوريكو البرنامج الانترفيس والجوده. انت اول ما اي حد بيفتح البرنامج بتاع الهوديني اوكي، بتلاقي فيه اللي هو الافضل يعني ان انت اول ما تخش على البرنامج على طول بتروح للويندو وتجيب ديسكتوب وهنقول له بيلد. بيلد ده اللي هو الشكل الاساسي للبرنامج اوكي، لان انت في البرنامج هم عاملينه فليكسبل جدا، انت ممكن تقسم الشاشه بتاعتك زي ما انت عايز تماما وتجيب كل البانلز اللي انت عايزها بالشكل اللي انت مريحك يعني تمام. فالبرنامج عندنا متقسم لثلاثه يونت اول ما انت بتيجي تعمله بالبيلد ده. اول واحد اللي هو الفيو بورت بتاعنا، سين فيو بتاعه خلاص، واللي على اليمين فوق دوت ده اللي هو البارامتر فيو بتاعنا، واللي تحت دوت اللي هو النتورك فيو بتاعنا تمام. فده كده بشكل اساسي. في البار اللي في على اليمين دوت اللي هو الفيل تولز الخاصه بالانترفيس بالفيو بورت نفسه. فاول بوتن هنا اللي هو الايه الجريد بتاعنا تمام ممتاز. تعالوا نرجع ايه ده الانترفيس بتاعنا ممتاز. جميل. لما بنيجي نكريت هتلاقوا ان احنا في عندنا فوق الشيلف. الشيلف دي ان هي بتوصل لك للتولز بشكل سريع زي اي برنامج بورد 3 دي. لو انت عايز تعمل كوره او عايز تعمل بوكس او واتيفر اي تول، فاحنا هنجرب مثلا. انت دلوقتي لما بتحب تنزل اي اوبجكت من عندك بتدوس كليك على مثلا السفير، فهو بتلاقي هنا بيجيب لك البوكس ده يعني هو بيقول لك انت تحب انزل لك الكره دي فين، بحيث ان انت تروح لاي حته في الـ على الجريد بتاعنا وتقدر ايه تعمل كليك على الايه المكان اللي انت عايز تعمل فيه الاوبجكت، او مثلا تدوس كليك على الكره وتروح بس بالماوس من غير ما تدوس. لو دوست انتر على الكيبورد هينزل في السنتر بالظبط بتاعنا تمام. هو الميزه فيه ان هو فليكسبل، تقدر تعمل نفس الامر بكذا طريقه تمام. او ان انت مثلا ممكن من الفيو بورت هنا لو دوست تاب فبيجيب لك الكل يعني منيو فيها شورت كات، تقدر تسيرش بالظبط على الحاجه اللي انت عايز تعملها، فتروح تقول له سفير تمام دوس انتر، هيجيب لك برده نفس النود نفس الفكره تمام. فهو اسلوبه سيمبل بحيث ان هو يحاول يوصل لك نفس الحاجه بتقدر توصلها بكذا طريقه تمام. هتلاقي ان احنا بنعمل اي اوبجكت بتاعنا، اي اوبجكت بنعمله بيتكريت هنا في النتورك بتاعتنا النتورك فيو، بيكريت نود. دي بقى اللي هو اسمه نود بيزد. نود بيزد ده يعني ان كل اوبجكت بيعبر عنه بنود. النود دي هي اللي شايله خصائص الاوبجكت اللي انت شايفه في فيو بورت. فاحنا مثلا اللي هي السفير 1 لو احنا عملنا لها سيلكت هتلاقي هنا ابتدى يطلع الايه الخصائص اللي هي بتاعت الجيومتري ده، اللي هي الخصائص مثلا ايه زي الترانزليت ان احنا نحرك يمين وشمال تمام، او ان انت تعمل روتيت، بس طبعا هي الكوره فانت يعني هتشوف الروتيشن مثلا بتاعها كده تمام، او السكيل. جميل. الميزه برضو هنا في ان انت عشان تغير في البارامتر بتاع البرنامج يا اما تدخل ارقام بالكيبورد بتاعك واتيفر انت عايز تحط رقم كام حسب اليونت اللي انت حابب تختارها، او ان انت تدوس بالميدل ماوس كليك هولد على الميدل ماوس وتعمل يمين وشمال فهيغير في الفاليو، وهو عامل لك حاجه عامله زي السلم كده بحيث ان انت عايز فاليوز صغيره تنزل بالماوس وتحرك فيعمل لك فاليوز ايه صغيره، او عايز فاليوز كبيره فيبتدي يغير معاك ايه فاليوز كبيره. فده بالنسبه للكرييشن ويعني ايه نود ويعني ايه بارامتر. فاحنا كده فهمنا الثلاث اجزاء اللي هو في الفيو بورت بتاعنا تمام. جميل. هنا البرنامج فيه حاجة مهمة جدا اللي هو حاجة اسمه ليفلز، ان هو بيفكر بطريقة يعني هو البرنامج عشان بيقدر يعمل حاجات ضخمة جدا، وهو ده ميزة البرنامج ان هو يقدر يعمل افكتات معقدة جدا. فهو عشان تقدر تبني حاجة بالحجم ده لازم تبقى الدنيا منظمة بشكل يعني عارف مسطرة زي الجيش كده انت فاهم. فهم عاملين مقسمين البرنامج بشكل بحيث ان انت اي حاجة ليها علاقة بالجيومتريز سواء حاجه بوليجون عامل اوبجكت واتيفر اي نوع من الاوبجكت او لايتس او كاميرا يبقوا محطوطين في الحته الخاصه بالاوبجكتس. عامل حاجه ليها علاقه بالريندر او بال يعني مثلا ايه تعال نشوف هنا في اللي هي الجزء ده هتلاقي هنا ان ده الليفل اللي احنا واقفين عليه اللي هو الاوبجكت. فالاوبجكت ده بحيث ان احنا لما نيجي نكاري الكوره هنلاقي الكوره موجوده هنا، او لو حبينا نعمل لايت اللايت موجود هنا مثلا اهو، ودايس انتر فبينزل في الايه في السنتر بتاع الورلد بتاعنا هنا كده تمام. هتلاقيه برده موجود في الاوبجكت ليفل تمام. ففكره الاوبجكتس دي الليفلز بتاعتنا ان هو عامل زي ماي كمبيوتر. تخيلوا ان هو عارفين ماي كمبيوتر لما تيجي تخش مش بتلاقي مثلا انت في عندك سي وعندك دي واي واتيفر، بس تخيل لو انت مقسمهم ان السي ينزل بس عليه بروجرام فايلز
وان دي هو مثلا ام 3 موفيز وان مثلا الاي هو البروجكتس اللي هو الشغل بتاعك والحاجات دي. فالتقسيمه دي هي دي التقسيمه اللي بيتحط فيها الشغل بتاعك. فاحنا بالنسبه كبيجنر مش بالضروره يعني نخش معاكم في الكونتكست اللي هي بتاعت يعني زي هنا هتلاقي في النتوركس الموجوده في عندنا مثلا شانل اللي هي الحاجات لو عايز تعمل اي افكتات على الانيميشن نفسها الايمج اللي هي الحاجات اللي ليها علاقه بكومبوزيت لان الهوديني انت تقدر تعمل كومبوستنج جوه البرنامج ودي برضو حاجه جامده بس مش محبذه. يعني هو انا بالنسبه لي كورك فلو انا عندي ان انا اروح طبعا لبرنامج بروفيشنال زي نيوك ان انا اشتغل عليه بس anyway. فدي كمفهوم بتاع الليفلز بس احنا كبدايه انتوا مش مضطرين ان انتوا تخشوا كل الليفلز دي هو الاوبجكت ليفل ده اللي احنا بنشتغل عليه تمام جميل. حاجه برضه عشان تبقوا فاهمينها ان البرنامج شويه عامل زي كانك شغال مع اوبريتنج سيستم انت ما بقتش شغال مع برنامج مثلا زي اي حاجه عارف لو انت حاجه انترفيس وعمال بتدوس كليكس وخلاص كده لا انت شغال مع كانك اوبريتنج سيستم. فزي ما انت في عندك السي عندك بروجرام فايلز فتلاقي مثلا ان السي بقى عندنا الباس بتاع سي سلاش بروجرام فايلز مثلا بتلاقي مثلا ويندوز جوه السي فيبقى الباس بتاعها بالشكل ده. لو جينا بصينا هتلاقي ان هوريكم دلوقتي في السين ان بتلاقي ان السين جواه اوبجكت ليفل وجوه الاوبجكت ليفل في عندنا سفير 1 مثلا في تورس 1 في سبوت لايت وبيبقى الباس بتاعهم اوبجكت سلاش كذا كذا تمام. فتعالى نبص الحدوته دي جميل يعني ده كده احنا جوه الاوبجكت بتاعنا دوت هتلاقي النود دي طبعا النود دي لو احنا دخلنا جواها بتشوف الباس اللي انا بقول لكم عليه ده ان انت هتلاقي ان في موجود اوبجكت وجواه احنا دخلنا جوه السفير دي طبعا مع الشغل دلوقتي هتفهموا ايه اللي هنعمله جوه. هتلاقي الباس بتاعنا بالشكل ده اوبجكت سلاش مثلا سفير اوبجكت 1 وهكذا تمام ممتاز. هي بس دايما المقدمه انا ما بحبش اخش في الحاجات البيزك اول انا بلاقي ان انا بتكلم في حاجه بسيطه بس يعني هي انا بديكوا رؤيه عامه ولما تخشوا في الورك شوب نفسها هتلاقي الدروس ماشيه انا معتمد في شرحي في الورك شوب ان بخلي الراجل هو اللي سابقني بخطوه لان هم عاملين مقدمه ممتازه للبرنامج تمام جميل تمام جدا. الجزء بقى بتاع النود نفسها دي بقى انا عايز اشرح لكم ايه النود دي عباره عن ايه. فهو دلوقتي ان النود هتلاقي هوريكم جوه البرنامج ان احنا في عندنا زرار ازرق كده ومرسوم عليه عين ده اللي هو معناه الفيزابيليتي تمام. واللي هو ان انا اخفيه ولا اظهره ان انا اشوفه جوه الفيو بورت بتاعنا. والاخضر الزرار الاخضر ده ان هو هل ينفع ان انا اعمل له سيلكت ولا لا في الفيو بورت ده برده مع الاستخدام انت هتفهم اهميته. وان في سهم صغير من فوق ده الانبوت كونكشن اللي جاي للنود وفي مثلث صغير تحت ده الاوتبوت كونكشن اللي خارج من النود تمام. ده ممكن نستفاد منه في ايه بص بالنسبه للتحرك جوه بقى النود اللي هو النود نتورك نفسها او الفيو بورت بتتحرك ازاي. انت بالنسبه الزرار اللي على الشمال خالص ده هتلاقي هنا في كاميرا. الكاميرا دي لو انت دوست عليها تمام بيحول زراير الماوس بتاعتك لتحكم في الكاميرا نفسها بتاعت الفيو بورت. بمعنى ان انا لما ادوس على الكاميرا دي الميدل ماوس بتاعي هو اللي بيحرك الكاميرا تامبل ان هو فوق تحت يمين شمال اعمل بان بيها خلاص. والسكرول طبعا بيعمل زوم ان واوت. الليفت ماوس بيخلينا نروتيت حوالين الجريد تمام. الرايت ماوس بيخلينا نعمل زوم ان واوت تمام. نفس الفكره موجوده هنا في النود نتورك ان الميدل ماوس بيخلينا نتحرك يمين وشمال والرايت كليك هو بس اللي بيخلينا ايه نعمل زوم ان واوت تمام. جميل جدا. تعالى نمسح كده كل الاوبجكتس دي نجرب حاجه سوا. تعالى نجيب مثلا تورس تمام. هدوس انتر بحيث ان هو ينزل في السنتر بتاع الورلد. اول حاجه لما بنيجي نعمل اوبجكت بتكريته كده انا هعمل زوم بحيث ان احنا مش شايفينه كويس. بتيجي تعمل اوبجكت بتلاقي وانت عامل سيلكت للنود بتلاقي في الفيو بورت بتاعك هنا جايب لك البارامترز بتاعته الخصائص بتاعه الجيومتري ده نفسه تمام. مثلا زي التورس هتلاقي في عندك الريديوس انت عايز ان هو سمك الريديوس ده مثلا عامل قد ايه والريديوس الثاني البارامتر بتاعه اللي هو سمك زي ما احنا شايفين اوكي. والروز اللي هو احنا عايزين هل هو يبقى كميه البوليجونز اللي فيه كتيره جدا والكولونز اللي هو هل احنا مثلا عايزينه يبقى عدد الايدجز اللي بالطول فيبقى مضلع بالشكل ده. فاحنا بنسيت البارامتر بتاعته تمام. فانا مثلا سي عملت تورس وخليه مثلا شويه سموز اقلل البارامترز ديت خليها مثلا 30 مثلا
تمام، هعمل مثلا مكعب تاني بوكس، اوكي هصغر السكيل بتاعه ممكن من البارامتر بتاعته نفسها او من الـ من اليونيفورم سكيل اللي هي بتاعت النود نفسها، تمام. فانا هعمل جايب ده وممكن من الترانزليت اكس ازق الاوبجكت ده مثلا في الجنب كده، تمام، وممكن اعمل كمان سفير وادوس انتر واحركها من المانيبوليت تول واحركها كده، اوكي. لو انا مسكت التورس دي لوحدها وعملت روتيشن تمام بالشكل ده هتروتيت هي لوحدها، مفيش اي مشاكل، تمام. ونفس الفكره البوكس لو انا عملت روتيت هيروتيت لوحده، ولكن انا لو جبت التورس ده اخدت الاوت بوت بتاعه عشان بس نبقى شايفين الصوره، لو اخدت الاوت بوت بتاعه حطيته في الانبوت انت بتكونكت انك بتروح هنا بتدوس كليكه خلاص وبتيجي هنا بتدوس كليك فبيعمل كونكشن سوا. لو انت خدت بالك ان الكونكشن اللي عمل ده هو عمل بيرنت وتشايلد ريليشن شيب، يعني ايه؟ ان انا دلوقتي التورس لو عملت روتيشن تاني، لو عملت روتيشن تاني هتلاقي ان التورس بقى بيتحرك بس بيجبر ان المكعب هو كمان يتحرك معاه، تمام. لو انا جبت كمان عملت كمان كونكشن ما بين البوكس وما بين السفير، عملت كونكشن كده تمام، هتلاقي انا دلوقتي لما اجي امسك التورس ده احركه هتلاقيه بيحرك الثلاثه. لو حركت البوكس لوحده عملت روتيت للبوكس لوحده هيحرك هو والكوره لان هو ايه يعتبر البيرن بتاعها، تمام. ولو حركت الايه السفير هتبقى هي بتتحرك لوحدها لان مفيش اي حد تشايلد ليها، اوكي. فدي اول حاجه في فكره الايه الكونكشنز نفسها. والفيزابيليتي زي ما بقول لكم ان هنا العين دي لو انا عملت كده فيزابيليتي فانا بخفي الجيومتري عندي من الفيو بورت، وبطبيعه الحال لو دي السليكشن تول تمام انا ممكن كده اقعد اسلكت الجيومتري زي ما انا عايز. لو رحت عملت ديسيبل للسليكشن بتاع التورس هاجي اسلكت في الفيو بورت مش هيعمله سلكت، تمام. اوكي تعال نرجع تاني، تمام جدا. اوكي الاكسبريشنز كم واحد عنده حد عارف الاول يعني الاكسبريشنز اللي في البرامج او السكريبتنج او وات ايفر حد عنده مشكله فيها؟ احنا كلنا احنا تمام. تمام بصوا يعني ايه اكسبريشن؟ اكسبريشن ببساطه يعني معادله، يعني معادله انا بقول لك احسب المعادله دي معناها مع قيمتها كام، القيمه بتاعتها استخدمها لا اكثر ولا اقل ببساطه شديده جدا. لناس كتيره بيعتبروا ان الاكسبريشن دي عامله زي الماتريكس، انت فاهم ازاي؟ فالموضوع بيبقى شكله عجيب، بس هو الموضوع مش معقد للدرجه دي. انا مش كمبيوتر ساينس على فكره وضايع في الرياضه، بس الموضوع ممتع لما تفهمه هتلاقي الموضوع سهل جدا وممتع قوي، تمام. لما بتفهم بتلاقي ان الصوره بتتضح ان هو الكلكعه الكتيره دي لا بتلاقي بتفهم بقى الفورم، اوكي ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا، اوكي جميل جدا. هديكم مثلا اكزامبل الموضوع ببساطه شديده، ان احنا لو قلنا 1 زائد 1 بيساوي 2 او مثلا 2 في 5 بيساوي 10، جميل. لو انا رحت قلت الاكس تخيلوا معايا ان الاكس بيساوي 1، اكس زائد 1 بيساوي كام؟ 2، منطقي اهو احنا عملنا اكسبريشن يعني في الموضوع بسيطه. لو قلنا مثلا الواي ب 10 واي في 2 20، ممتاز جدا جميل. لو انا قلت ان الاف هي الفريم نمبر، يعني انتوا عارفين طبعا الفريمز، لو انا قلت ان الاف هي الفريم نمبرز فلو الاف بتساوي 10 يبقى الفريم نمبر يساوي كام؟ 10، ممتاز جميل جدا حلو قوي الكلام ده. تعالى اوريكم استخدام الموضوع ده ازاي الاكسبريشن استعماله عامل ازاي. لو انا رحت جبت البوكس دلوقتي ورحت هنا قلت له في الترانزليت بدل ما انا بدخل قيمه قمت انا رايح هنا في الترانزليت اكس ورحت قلت له مثلا ايه 2 مثلا زائد 2 خلاص عمل ايه؟ تعالى نرجع بالكاميرا اوريكم اللي حصل. اللي حصل دلوقتي ان هو حرك لما دخلت له المعادله دي ام هو عمل ايه؟ شاف القيمه بتاعتها، لو دوست كليك على اسم الاتريبيوت نفسها اللي هي الترانزليت هيجيب لك القيمه بتاعتها، ف2 ب2 زائد 2 يساوي 4 فقام حرك الاوبجكت في 4. فهي نفس الفكره، لو انا كتبت اي معادله اي حاجه محتاجه حساب من الاخر وحطيتها له في بارامتر هو يفكر فيها يطلع لك نتيجه حطها في الايه؟ في الاتريبيوت بتاعتك دي، تمام. طيب انا لو انا رحت شلت ده وقمت رايح قايل له حط لي ان ده الفريم، يعني حط لي الترانزليت اكس بتاعك ده هو الفريم، فالفريم لازم اكتب دولار ساين اف دولار ساين، ده معناها ان ده فاريبل، فاريبل يعني حاجه متغيره انها قيمه متغيره. لو انا جيت هنا بصيت على ان الترانزليت ده القيمه بتاعته كام؟ واحد، لان الفريم ده التايم لاين اللي هو اللي موجود تحت ده الشيت بتاع التايم لاين بتاعنا، ف
فالتايم لاين بتاعنا واحد. لو انا ابتديت احرك التايم لاين هتلاقي الايه الجيومتري بتاعنا عمال يتحرك ماشي تمام، بيتحرك على على الاكس. لو جينا بصينا هنا لقيمه الترانزليت اكس هتلاقي هي بالظبط نفس قيمه الايه التايم لاين بتاعنا. ممتاز جميل جدا. طيب هخش في حاجه شويه لو حد ليه في الرياضه طبعا ممتاز جدا، طبعا مش زي حالاتي انا مش في الرياضه، ف اللي هي حاجه مثلا على سبيل المثال حاجه اسمها اللي هي الساين، ملناش علاقه بقى بابعاد الرياضيه بتاعه الساين دي ايه وجايه من ايه والجوده، بس الساين هي الخلاصه بتاعتها ان انا كل ما بديها كفانكشن فانكشن يعني اهو انا بديكوا بس حاجه تعريفيه النهارده، انتوا لما نبتدي الورشه وتخشوا في الفيديوهات هتلاقي الحاجات دي انا شرحها باستفاضه شديده. الساين دي يعني هي فانكشن، فانكشن يعني عباره عن مجموعه اوامر متفهمه للبرنامج اوكي، بديها معطيات بتديني نتيجه تمام. فالساين فانكشن دي لما بديها رقم بتدي قيمته يعني في الموجه باسباب رياضيه حدوته ثانيه ما لناش علاقه بالقعده دي دلوقتي خلاص. فانا تعال نجرب ايه اللي يحصل لو انا جبت الساين واديت لها الفريم نمبر وقلت لها شوف ايه اللي هيحصل للفريم نمبر اوكي. فانا هروح اجيب مثلا المره دي اجيب مثلا البوكس واروح اقول له ان الواي الفاليو بتاعته الواي هتبقى اكتب ساين خلاص وافتح قوس واكتب دولار ساين اف تمام. تعال نشوف كده اللي هيحصل. نوقف بس هنجري كده ورا المكعب. سوري مش مهم، انا بس عايز اوقف الفاليو عشان ما يقعدش الجيومتري يجري. فانا شيء اخليه صفر عشان نمسح اي اكسبريشن معمول، بتعمل رايت كليك وتقول له ديليت اكسبريشن ديليت شانل اوكي، او بتدوس كنترول شيفت كنترول شيفت كليك فبيشيل الاكسبريشن الموجود اوكي. انا دلوقتي فجيت على البوكس هنا ورحت قلت له ان الواي فيها ساين على الاف. تعال نبص كده اللي هيحصل. هتلاقي ايه هو بس عشان نفك البيرنت هتلاقي ايه البوكس عمال يطلع فوق وينزل تحت بشكل موجه تفهم. هتلاقيه بيطلع فوق من واحد لسالب واحد من واحد لسالب واحد تمام جميل جدا. طيب سوري جميل. لو احنا اشرح لكم بس حاجه في السريع اللي يحصل دلوقتي لو انا عايز الموجه دي تبقى اسرع بضرب القيمه اللي ما بين قوسين مثلا في 2 في 3 في 4. فاللي يحصل ان هو زي ما انتم شايفين على اليمين هتلاقي مكتوب ساين دولار ساين اف اللي هي يعني اعمل هات لي الساين بتاع الفريم. فكل ما الفريم بيتغير عمال بيجيب لك قيمه الساين بتاعها فهتلاقيها بتعمل موجه. لو انا ضربت الفريم نمبر في 2 هتلاقيه بيعمل الموجه اسرع. فتعال نبص بصه سريعه. هروح اقول له هنا في 2 هتلاقي ايه الموجه بقت اسرع. نعمل بلاي تمام. فدي بس انا ممكن لحد لو حاسس ان الموضوع معقد الموضوع بسيط، بس لما نخش في الورشه مع بعض ومع الاستخدامات هتلاقي الموضوع ايه ابسط اوكي. فتعالى مثلا ممكن نحاول نعمل حاجه شكلها لطيف من شويه الحاجات اللي احنا شرحناها دي. ممكن مثلا نعمل ايه ممكن اجيب التورس واروح اقول له ان مثلا الروتيت على الاكس هنخلي القيمه بالاف بالفريم وممكن اخليها في مثلا 5 بحيث انها تبقى اسرع، ان بدل ما الفريم واحد يبقى بواحد لا ممكن فريم واحد يبقى ب5 فريم 2 10 وهكذا. فلو عملنا بلاي هتلاقي ان ايه بيحصل روتيشن بالشكل ده، ان الدايره انا ممكن اخلي الدايره الترانزليت مثلا اكس بتاعها اركب عليه ساين. فاكتب ساين نعمل انيميشن بس يبقى شكله لطيف. اقول له ساين مثلا الاف في 2 مثلا نعمل بلاي هتلاقي ايه بيحصل انيميشن كده. الدايره مثلا ممكن اعمل لها هي كمان انيميشن ان انا اروح اقول لها مثلا على الواي انت كمان خدي ساين مثلا هي كمان برضو اقول في 3 مثلا عشان تبقى اسرع شويه اوكي. ف الاكسبريشنز هي حاجه بسيطه، الموضوع مش معقد، الموضوع بسيط جدا. هي بس مجرد انك تفهم الاستعمالات بتاعه الحاجات ديت
وهي في الاول وفي الاخر زي ما انا قلت هي انت بتكتب معادله او بتكتب عمليه حسابيه، البرنامج يحسب قيمه الناتج بتاعها ويحطها في الايه، في الاتريبيوت، كانت روتيت، كانت سكيل، كانت وات ايفر القيمه اللي موجوده يعني. تمام، جميل جدا. خش بقى بعد كده. اوكي، خش بقى في شرح بقى الايه، مثال ظريف. اوكي، دلوقتي احنا نعمل مثال ظريف جدا كده، هو اساسي بيزك جدا، اللي هو انك نعمل سلم. خلاص، والسلم ده بروسيدرال. يعني ايه بروسيدرال؟ ودي حاجه من اقوى الحاجات اللي موجوده في الهوديني، ان البروسيدرال ده ان انا بعمل موديل او بعمل انيميشن، بس بعرف البرنامج ازاي اتبنى الموضوع ده، سواء بمعادلات باكسبريشنز يعني، او بان انا معرفه رولز. خلاص، يعني على سبيل المثال ان انا اعمل، عايز ابني مدينه. خلاص، فالمدينه دي انا مش هينفع اقعد امسك عماره اقعد ابنيها، ده هقعد سنين عبال ما تخلص الموضوع ده. فاللي بعمله ان انا بقعد اعمل رولز، دي حاجه ادفانسد شويه، ان انا اروح اقول له ايه، والله شايف الجدار، لما اعمل لك جدار مبنى الدور بيعبر عن 3 متر، لو رفعت المبنى اكتر من 3 متر حط لي شباك. فلو انا عامل بوكس وقلت له ان ده مبنى، فانا بشد طول ما هو اقل من 3 متر مش هيعمل اي حاجه، اول ما يبقى 3 متر مثلا و10 سم يجي حاطط شباك. ولو اقول له العرض، لو اكتر من عرض مش عارف من متر حط لي شباك صغير، اكبر من كذا. فببقى انا وبعرفه مثلا راندوم فانكشن، ان هو مثلا يعمل بشكل اشكال عشوائيه، ان هو ما يحطش مثلا في كل العمارات شبابيك شبه بعض كده يعني. فميزه البروسيدرال انها يعني انت في السيت اب في الاول بس بتتعب شويه في انك تفهم البرنامج وتظبط الرولز بتاعتك، بس بعد كده بيسهل عليك كمل شغل. فانا هوريكم دلوقتي اكزامبل، ان احنا هنيجي جايبين ايه، جايبين بوكس. تمام، في البوكس هنا ده دلوقتي النود اللي احنا واقفين عليها بره، ده اسمه جيومتري ليفل، ان ده الليفل اللي فيه الاوبجكت نفسه. بس عشان اعدل في الجسم ده نفسه بتاع المكعب لازم ادخل جوه النود، دبل كليك فاخش جوه النود، هتلاقي ان الباس بتاعنا بقى اوبجكت وموجود هنا على في الجزء ده، مكتوب هنا ايه، ان احنا دخلنا جوه الاوبجكت نفسه. فهتلاقي النود اللي هي بتاعه البوكس، النود دي بتاعه البوكس لما عليها سيلكت هتلاقي فيه هنا بارامترز ثانيه بقى خاصه بالنود دي، اللي هي ايه، السايز، اللي هو البوكس ده عرضه قد ايه، ارتفاعه قد ايه. تمام، ومثلا انت عايز ديفيجنز في المكعب دي قد ايه، دي ملهاش علاقه بالاوبجكت ليفل، اللي فوق هو مجرد البوزيشن والروتيشن والسكيل فوق. تمام، فانا هنا هروح اقول له لا، انا عايز ان الديفيجن بتاعنا زي ما هو عادي جدا، واحد. اوكي تمام، هعمل هنا ايه، هجرح هنا اقول له مثلا ان انا هعمل سلمه واحده. تمام، السلمه دي هتبقى ارتفاعها مثلا 0.5 او 0.6 واتيفر يعني القيمه، وعرضها مثلا خليها 1 يونت. اوكي، هنا الفكره ان لو انتوا جيتوا بصيتوا هتلاقي ان مثلا المكعب ده، احنا على سبيل المثال ده استعمال من استعمالات الاكسبريشنز، ان المكعب ده نصه فوق الارض والنص الثاني تحت الارض. فافرض انا عايز المكعب ده، لو انا جيت قلت له ايه، عايز ارفع المكعب ده لفوق، هضطر ان انا اقول له السنتر بتاع المكعب ده اطلع فوق سنه، اطلع كده فوق. تمام، بايدي. لو حبيت اغير بعد كده، مثلا تخيل ان العميل جه بيقول لي ان السلم ده تخين جدا، انا عايز السلم صغير، هاجي راجع ثاني اقول له مثلا عايز قد ايه، مثلا 0.3 مكعب قد كده، هكتشف ان المكعب ده ما بقاش على الارض، هضطر ان انا بايدي ارجع ثاني وانزل المكعب ده بحيث ان هو لازق في الارض. ده جزء انا ممكن احله بشكل اللي هو بروسيدرال، يعني ايه، ان انا اجي رايح هنا اقول له ايه، خد كوبي من الشانل دي، رايت كليك واقول له كوبي بارامتر، يعني كوبي القيمه دي، واعمل رايت كليك هنا اقول له بيست ريليتيف ريفرنس، يعني ايه، خد لي ريفرنس لينك الاثنين الشانل دول ببعض. هنا لو انت تلاحظ ان انا كل ما اعمل سكيل هتلاقي ان المكعب عمال بيطلع فوق. ليه؟ لان لو دوست على اسم السنتر ده هتلاقيه بيديله نفس القيمه بالظبط، بس انا ده مش ده اللي انا عايزه. لو انا رحت هنا رجعت تاني للاكسبريشن اللي هو اوريدي اتكتب من عمليه البيست اللي انا عملتها دي، لو رحت هنا وقلت له على 2، اقسمه على 2 نص القيمه دي بالظبط، يعني خد النص القيمه اللي كانت تحت الارض ارفعها لفوق، اعمل شيفت، هتلاقي هنا ان انا كل ما بعد كده ارفع قيمه المكعب ده اطول هو يظبط نفسه لوحده. فدي مثلا المفهوم اللي هو بتاع البروسيجر، البرنامج بقى هو اللي بيقعد يساعدني في الحته دي. تمام، فانا هنا اروح اقول له ايه، خلي الارتفاع مثلا 0.5 بالشكل ده. تمام، ممتاز. هاجي هنا اجيب
التول، التول دي بقى نبتدي نعمل مودلنج. يعني اوريكم ازاي ان احنا بنعمل مودل مثلا في البرنامج ده، ان احنا بنيجي عاملين سيلكت مثلا سي للفيس اللي هو الوش اللي فوق بتاع البوكس، تمام، وانا والماوس وهو على الفيو بورت هدوس تاب فيجيب لي كل النودز اللي موجوده في مساحه الاوبجكت دوت. هكتب بولي خلاص اكسترود، بولي اكسترود، فيجيب لي النود دي. البولي اكسترود دي لما اول ما اجيبها وادوس انتر، تمام، هيطلع لي الاداه بتاعتها. لو سحبت انا الاداه دي بيعمل اكسترود، يعني بياخد نسخه منه وبيسحبها لفوق كده، تمام. هعمل ارتفاع مثلا وليكن بالشكل ده، تمام. هلف هاخد الكاميرا بتاعتنا والف مثلا كده، وهسلكت كل الفيسز داير ما يدور اللي هي الصغيره دي، تمام. اجيب السلكت تول، لما انا دلوقتي في السلكت تول، عشان لو انا جيت عايز الف الكاميرا، انا لو دوست كليك عشان الف هلاقي ان ايه ما بقاش ينفع ان الف، عشان هنا لازم استخدم شورت كات على الكيبورد اللي هي السبيس، افضل دايس على السبيس. فانا لو دوست سبيس كده ساعتها انا ايه، لما ادوس هولد السبيس والليفت كليك هلف بالكاميرا، الرايت كليك سكيل زي ما قلنا، والميدل ماوس هو اللي بيحرك الكاميرا فوق وبيعمل بان، تمام. فانا هسلكت الفيسز داير ما يدور، تمام. بعد كده هدوس تاب تاني وهعمل اكسترود تاني، فاكتب بولي اكسترود، هيجي مطلع لي التول وهروح اقول له ايه اعمل اكسترود مثلا بالحجم ده. فهي دي الحافه مثلا بتاعه الايه السلمه بتاعتي. الميزه انا عندي دلوقتي ان انا لو جيتوا بتبصوا على اليمين هنا وانا شغال وعمال بعمل بولي اكسترود، ان كل حاجه بعملها ليها نود. دي الميزه ايه، ان انا ممكن ارجع في اي وقت اسلكت النود اللي انا عملت بيها اول اكسترود، خلاص لو عملت سلكت ليها وجيت على الفيو بورت ودوست انتر هيجيب لي تاني الاداء اللي انا بقعد اسكيل حجم الدرجه دي قد ايه اللي انا الصغيره دي. ولو سلكت عملت سلكت لاخر اكسترود ودوست انتر هيجيب لي الاداء اعمل اكسترود لبره قد ايه، تمام. فدي كده انا عملت اول درجه سلم، خلاص. فانا هضيف اللي هو العمدان اللي على الجانبين بتاع الدرجه، تمام. فانا ممكن اجي هنا جاي في جنب، اجي عامل بس سكيل زوم كده بعيد، واجي جايب دايس هنا كليك وبالتاب اكتب كيرف، ان انا اجيب تول عايز ارسم انا كيرف، تمام. الكيرف تول دي ان انا ارسم بيها كيرفات، خلاص، عشان ابتدي اعمل ريفولف. لو اي حد شغال طبعا 3 دي عارف الريفولف، ان انا اعمل روتيشن للكيرف ده فيطلع العمود بتاعنا، تمام. فانا عشان ارسمه لازم اجي من الفرونت فيو عشان اتاكد ان انا برسمه عمودي بالظبط، يعني مواجه، ما يبقاش الكيرف نفسه بايظ. فعشان اغير الكاميرا بدوس سبيس 3، تمام، على على هولد على السبيس 3 على الكيبورد، تمام. وبعدين هاجي ابتدي ارسم الكيرف بتاعي. في حاجه هنا عايز اقولها لكم برده ظريفه جدا في البرنامج، ان النود نفسها، الحته دي احنا عدناها، سوري، النود نفسها اللي احنا شغالين عليها جوه الجيومتري هتلاقي انها فيها شكل اكتر، في شويه زراير تانيه زياده اكسترا، ان في برضو عندي الفيزابيليتي بتاعه المربع، فاكرين اللي احنا اشتغلنا عليه، في فيزابيليتي بس هتلاقي في عندي هنا زرارين تانيين. ده الفيزابيليتي، ان انا ممكن ابص عليه شكل المكعب هنا، او ان انا ابص على بعد ما اتعمل له الاكسترود، او ان انا ابص على ايه اللي حصل بعد ما انا عملت الزياده اللي طلعت في المكعب بتاعنا ده، تمام. تاني زرار اللي هو اسمه تمبلت. تمبلت ده يعني ايه؟ يعني وريني شكل الـ النود دي كنتيجه واير فريم بس، مش عايز اشوفها كده. فدي ميزتها ايه، ان انا دلوقتي عايز اشوف نتيجه الاكسترود اللي حصل ده، ولكن ابقى شغال اعمل الكيرف ده. فانا لو عملت فيزابيليتي للكيرف هتلاقي المكعب عندي اختفى، ولكن عندي ستيل الواير فريم بتاعه. عشان نشوفه اوضح ممكن اخفي الجريد من الزرار بتاعنا ده، تمام. جميل جدا. هبتدي ارسم بقى العمود بتاعنا، امسك الكيرف واجي على الفيو بورت بالماوس وادوس انتر فهيجيب لي الاداه. هبتدي ارسم مثلا ايه الكيرف، تمام. همسك الكيرف وابتدي ارسم بقى ايه العمود مثلا بالشكل ده،
تمام. فانا كده رسمت شكل الكيرف يعني بشكل سريع تمام. فاجي جايب مثلا نود بعدها اللي هي اسمها ريفولف اللي انا كنت لسه بقول عليها. اي حد بيشتغل 3 دي طبعا عارف النود دي اسمها ريفولف. الريفولف ده لما باجي ادخل الانبوت اخد الاوت بوت اللي طالع من الكيرف ادخله في النود دي بتاعت الريفولف هتلاقي لف الكيرف ده 360 درجه. بس طبعا عمل الدرجه العمود متغذي كويس جدا كده فده مش هينفعنا. فانا بمسك الريفولف لو دوست انتر على الكيبورد او حتى ممكن من هنا ان انا ممكن بالاورجن ده ان انا اجيب الاكس راح اقول له لا ضيق الكيرف ده بالظبط على قد ايه ممكن بالشكل ده فيطلع لي العمود حجمه مثلا ايه معقول جدا بالشكل ده تمام. فانا عملت كده ده اول عمود ممتاز جدا. تعال بقى نعمل حاجه تانية. انا عايز دلوقتي ان العمود ده اخد منه نسخه هو شخصيا على الحته التانية من درجه السلم تمام. ففي هنا حركه ظريفه جدا ان انا مش مضطر ان انا اعمل نسخه تانية من العمود. فان انا ممكن اجي جايب بقى نود النود اسمها ترانزليت سوري اللي اسمها ترانسفورم. النود ترانسفورم دي باخد منها ادخلها الانبوت بتاعها ولو جينا نبص منها كده اقدر ان انا كاني بتعامل مع نود من بره بس دي بتعمل ترانسفورم. اجي راح اخد حاطط العمود بتاعي هنا. طب انا دلوقتي حركت العمود ده جبته هنا بس العمود اللي كان اوريدي ده موجود انا محتاجه فاجي جايب نود تانية اسمها ايه ميرج. النود الميرج ده بيجمع اي نودز سوا فراح اقول له ميرج الترانسفورم اللي حصل ده مع قبل الترانسفورم. هتلاقي دلوقتي بقى عندي العمودين. انا اقدر في اي وقت ان انا لو عملت اي تعديل يعني في الريفولف لو عملت اي تعديل هيعمل تعديل على الاثنين سوا تمام لان هو نفس الكونكشن اللي جاي من الستريم نفسه بتاع العمود تمام. ممتاز جدا. عشان ارجع بقى للبرسبكتيف بتاعنا اجي في الفيو بورت هنا دايس سبيس واحد تمام. اجيب الكاميرا نبص كده احنا طبعا شايفين السلم زي ما بقول واير فريم لان انا عامله تمبلت تمام ولكن الفيو بتاعنا هو الازرق ده تمام جدا ممتاز. ارجع بقى للسلمه بتاعتنا دي ده في جنب وده في جنب يعني العمود ده كده هاته ايه خليه في جنب هنا تمام. انا عايز السلمه دي اعمل منها سلم طالع كده حلزونه كده تمام. فهو في نود جميله جدا هنا موجوده في الهوديني اسمها كوبي. الكوبي سب دي ظريفه قوي. ليه؟ بدخل الانبوت بتاع السلم مثلا بتاعنا ده واروح اقول له ايه والله انا عايز مثلا 10 نسخ من خد 10 نسخ من السلمه دي بس انا مش شايف اي سلم. هو الفكره ان هو استنسخ كل مكعب وحطه فوق بعض يعني هو عمل لهم ستاك فوق بعض. انا عشان ابتدي اشوف انا ممكن هنا اجراح اقول له ايه لا اعمل لي روتيشن على الواي خلاص. هتلاقي هنا ايه بس لازم طبعا فاليو صغيره لو هتلاقي كده النسخ نبتدي نشوفها تمام ممتاز جدا. بس انا عايز السلم بيطلع لفوق فاجي رايح هنا في الترانزليت اجي رايح اقول له ايه لا خلي الدرجات دي تبقى لفوق كده تمام ممتاز. انا ارجع بس الكاميرا زوم اوت شويه ممتاز. انا بس نعمل هنا ايه بقى حاجه اسمها البيفوت. البيفوت دي اللي هو محور اللي هو بيستعمله وهو بيعمل استنساخ وبيعمل مثلا روتيت او بيعمل ترانزليت. المحور اللي بيلف عليه لو انا حركت مثلا على الاكس هتلاقي هنا السلالم بقت بتوسع بالشكل ده تمام. حرك كده فلما هاجي ازود دوران هتلاقيه بيلف على المحور ده اللي هو لو تلاحظوا النقطه الصغيره دي اللي هو موجوده هناك كل ما اغير مكانها هتلاقيه ايه بيعمل بيحسب الدوران عليها. هنا دلوقتي لو انا زودت قلت له لا خلي النسخ اكتر هتلاقي ان السلم ايه عمال بيعلى وبنفس مقدار الدوران وبنفس مقدار الترانزليت اللي انا عملته اوكي ممتاز جدا جميل. طيب انا دلوقتي عملت استنساخ وروتيشن لمين للسلمه جميل. انا ممكن دلوقتي اعمل حاجه ظريفه جدا ان انا السلم بتاعنا ده لو انا رحت قلت له اعمل لي خد ميرج الميرج ده خليه يجمع هو كمان معاه العمدان يعني بدل ما هو سلمه لوحدها لا اجمع مع العمدان اعمل كوبي للي حصل ده كله على بعضه هتلاقي السلم طالع ومعاه العمدان دي ولسه عندي الكنترول هو نفس الكنترول. ان انا لو رحت للريفولف وقلت له لا خلي الدرجه بتاعتنا اكبر اتخن ستيل انا لسه عندي كنترول لان هو ده فكر مبدا نود بيزد ان انا عندي نود بتعبر عن كل خاصيه او تعديل او موديل وات ايفر اللي انا بعمله لسه ده عندي موجود تمام. فده كده طيب تمام جدا. خلي بس الدرجه رفيعه شويه بالشكل ده ممتاز.
عايز انا دلوقتي اعمل العمود اللي بيلف مع الدرابزين اللي هو مع السلم ده، فده بنعمله ازاي؟ هاجي اعمل حركة تانية، هجيب السلمة الأساسية نفسها وهاجي من الفرونت فيو، خلاص هدوس سبيس 3 تمام، وهاجي جايب هنا نود في جنب بقى كده لوحدها، هجيب نود اسمها اد تمام. النود بتاعت اد دي بتضيف نقطة، يعني هي بتعمل نقطة واحدة بس، فأنا هروح أقول له اعمل لي نقطة، النقطة دي هي صغيرة جدا، معرفش هي ممكن تبقى باينة عندك في النقطة الصغيرة جدا دي، هروح هنا أقول له إيه، أنا عايز النقطة دي، أحرك الإكس بتاعها، أروح أقول له حط لي النقطة دي في الإيه؟ في المكان ده كده بالظبط. أوكي؟ ممتاز. وهروح آخد من النقطة دي هي كمان، أعمل ممكن آخد كوبي من نفس الترانزليت اللي أنا كنت عامله للعمود، آخد كنترول سي، كنترول في، فهينزل لي نسخة من نفس الترانزليت بنفس المقدار، اعمله للنقطة دي هتلاقيه حط فين؟ عند العمود التاني، اعمل ميرج ما بينهم، او لا 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 ده قبل الميرج ده، سوري احنا نمسك النقطة دي تمام؟ اجي رايح اخد الكوبي اللي انا كنت عامله من شوية ده، هعمل رايت كليك وهروح اقول له ريفرنس كوبي، ريفرنس كوبي ده ان هو ياخد نسخة منه تمام؟ ولكن عامل له لينك بي، يعني عامل لينك اي تعديل هعمله في الكوبي الاولانية هيطبق نفس التعديل على الكوبي التانية بالظبط تمام. هاخد الكوبي ده هجراح بيه هنا واقول له ايه، خد النقطة دي هي دي اللي تعمل لها كوبي، فتعال نبص كده بس من الايه من البروسبكتيف فيو، هتلاقيه عامل النقط بالظبط زي نفس الدوران ونفس القيمة اللي هو الراجل التاني عملها. ايه الميزة في ده؟ ان انا اجي جايب بقى هنا نود اسمها اد تاني، النود اللي اسمها اد دي هضيف برضو اللي انا عملت بيها، ولكن من غير ما اقول له ضيف لي نقطه، لا ان انا هاجي رايح هنا عند البوليجون واروح اقول له باي جروب. باي جروب ده يعني ايه؟ ان هو هيرسم بوليجون، خط بوليجون يوصل كل الدوتس دي ببعض، فانا دلوقتي بقى عندي الخط ده تمام، هعمل نفس الفكره دي مع الخط الثاني، هاخد برضو نفس دي كنترول سي كنترول في، وبرضو اوصل الاوتبوت ده بالانبوت ده، هتلاقيه عامل الخط التاني بالظبط في نفس الحته، هعمل ميرج للاثنين عمل هنا ايه، يبقى احنا كده معانا الدرابزين ده، بس الدرابزين ده واير فريم واير او كيرف، الكيرف ده انا محتاج ان هو يبقى جيومتري يعني عمود كده حلو، فانا جايب نود هنا تانية اسمها بولي واير، بولي واير دي بتاخد الكيرفات، هاخد الاوتبوت واحطه في الانبوت، بتاخد الكيرفات وتيجي بانيه عليه بوليجون اوكي جيومتري بالشكل ده. وطبعا في لو انا عملت سيلكت للبولي واير ده هتلاقي ان انا في عندي الديفيجن، الديفيجنز دي اللي هي قد ايه مقدار القطاعات اللي بالعرض دي، بحيث ان انا لو عايزه سموث جدا ناعم او عايزه مثلا مربع وات ايفر يعني الشكل انا عايزه تمام. فانا كده انا عملت موديل لدرجه السلم دي كده لوحدها تمام، وعملت ايه درجة السلم لوحدها والعمود ده لوحده. انا اجي بقى في الاخر خالص هنا عامل ميرج يجمع الاثنين دول سوا، كده بقى عندي ايه السلم بتاعي خلاص. الميزه بقى عندي ان انا لو رجعت للكوبي ورحت قلت له لا دول عايز خمس سلالم، عمل لي خمس سلالم بس، عايز 100 سلم هيعمل 100 سلم. الممتع بقى في النود دي ان انا عندي حاجه اسمها، هو النود دي بتعمل ايه؟ الترانسفورم اللي موجود ده كل ما بياخد نسخه من الجيومتري وبيلفه بيابلاي نفس الترانسفورميشن اللي محطوطه، عشان كده لما انا قلت له 10 درجات فهو كل ما بياخد نسخه من السلم بيلف 10 درجات بس، وبيرفع في الترانزليت واي بمقدار 0.7. فالميزه ان انا لو عملت لعبت في السكيل قلت له ان بدل من السكيل واحد لا قلت له 0.5، هتلاقي ان السلم بتاعنا ايه؟ كل ما بيطلع فوق بيصغر. انت فاهم ازاي؟ فده ممكن بيبقى ايه، انت ممكن تتعمل بيه انيميشن شكله لطيف. والروتيشن لو انا جيت قلت له لا انا عايزك تروتيت مثلا على الاكس او على الزد، هتلاقيه مثلا السلم عندك انت بقيت بتلعب ممكن تعمل بيه، ما هو ده الناس اللي بيشتغلوا موشن جرافيكس هتلاقيه بيطلعوا انيميشنز شكلها عجيبه جدا ومعقده بشكل رهيب، وهو اصلا في الاصل هي شويه حاجات بسيطه جدا.
فهي دي ده الفكيره. طبعا انا ايه احنا ممكن نقعد نلعب بقى نفس بقى لعبه اللي احنا شرحتها في الاول, ان احنا ممكن نعمل الاكسبريشنز. فانا ممكن اروح اقول له لا انا عايزك تعمل لي في الروتيشن بتاع الزد في الكوبي, اعمل لي مثلا ساين الفريم دولار ساين اف, واقول له مثلا في 3. خلاص تعالى بص كده اللي هيحصل, نعمل بلاي هتلاقي السلم عمال بيعمل كده. اوكي, او مثلا ممكن لو انا القيمه دي شايفها ان هي صغيره ممكن اقول له بعد القوس بتاع الساين اروح اقول له مثلا ايه في 2 مثلا, في 2 يعني خلي الرينج بتاع الساين بدل ما هو من 1 لسالب 1 لا خليه من 2 لسالب 2. تمام, وممكن اروح هنا في الاكس مثلا اروح اقول له هو كمان اعمل انت كمان ساين, اكتب ساين دولار ساين اف في 3 مثلا في 3, ان هو يعمل برضو راندوم من سالب 3 ل 3. انا بحاول بس ادي ارقام مختلفه شويه, فتلاقي ايه ان انت بقى عندك هي هو ده, انت بتحاول تطلع افكتات ممكن يطلع افكتات شكلها معقد جدا والموضوع مبني على بيز بسيط جدا وسيمبل جدا. بس فاحنا بالشكل ده شرحنا ايه الانترفيس, شكل الانترفيس بتاعنا عامل ازاي, ايه التعامل مع النودز, ايه فكرة النودز, الفيو بورت والبارامترز, وازاي ان انت تروتيت الكاميرا, وبيزك جدا اسلوب بيزك جدا للمودلينج. فبس اي حد عنده سؤال زمن انا عايز الحركة دي وتشتغل تاني حركة يعني الحركة ويفت انسايد, انا عملت مثلا باي 2 عايز يتحرك باي 2 ويقف ويشتغل تاني, يقف ويشتغل تاني عند فريم معين عند ايه بالظبط السلم ده كله. طيب انا عامل على الانسايد انا عامله باي 2 عشان يتحرك اسرع مظبوط, انا عايزه يتحرك مثلا نص دقيقة ويقف وبعد كده يتحرك تاني نص دقيقه نفس السرعه بتاعت. هنا انت كده هتضطر تكتب الاكسبريشن بتاعك مش مجرد ساين, فهتعمل اف ستيتمنت هتقول له اف ان الفريم اقل مثلا من 50 وات ايفر هتعمل كذا, ايلس مثلا تخلي القيمه زيرو باكسبريشن جديد باكسبريشن ممكن على ده يعني مثلا ثانيه واحده دلوقتي الاكسبريشن انا كتبته بقول له لو الفريم اقل من 50 خلي القيمه صفر ما تعملش اي روتيشن خليك صفر, بعد يعني لو اكبر بقى من فريم 50 اقعد اعمل روتيشن. فانت هتلاقي ايه في اول الانيميشن ثابت, اول التايم لاين ثابت, وبعد 50 ابتدى يتحرك, انت فاهم يعمل الساين. بس حد عنده اي سؤال؟ انا عامل موديل معقد على الموبايل دخله ويجي على مثلا انت دلوقتي الـ انت في عندك كذا طريقه, انت في عندك ان انت ممكن تاكسبورت من الهوديني او بي جي. اوكي, الاو بي جي ده بيخرج الانفورميشن بتاعت الجيومتري وبيخرج بالانفورميشن بتاعت اليو في. تمام, فبتعمل اكسبورت من الماكس او بي جي وبتمبورت الكلام ده, بتمبورت الاو بي جي جوه الهوديني عادي جدا بنود اسمها اوبجكت اسمها فايل, سوري في نود اسمها فايل, دي بتروح تبراوز على الفايل بتاعك ده بتسحب. فعندك او بي جي, عندك اف بي اكس, عندك اليمبيك, الثلاثه دول يعني بيتعاملوا بكل برامج 3 دي. ده لو موديل لو يعني عامله ريت وفي انيميشن ممكن اف بي اكس, بس المشكله بتاعت الاف بي اكس لو انت عامل اكسبريشنز متهيألي مش هتروح, لو عامل مجرد سكيلتون انت فاهم اعتقد واعتقد الكونسترين هتيجي اف بي اكس بس, لكن لو او بي جي هيتنقل جيومتري بس. بس هو على فكره معلومه, ما حدش بينقل سيت اب من برنامج لبرنامج, اللي بيتنقل جيومتري كاش, يعني بتنقل مثلا ايه انت عندك كاركتر تنين انت فاهم ازاي بيطلع دخان وبيولع وبتاع حاجات كده,
بتانيميت مثلا على الماكس او على المايه واتيفر بالريج بتاعك بكل السيت اب بتاعك، وبعد ما تخلص بتعمل حاجه اسمها جيومتري كاش. الجيومتري كاش ده ان هو انت بتاكسبورت الجيومتري از او بي جي في جنب فبيبقى فايل، وبتاكسبورت حاجه اللي هي اسمها البوينت كاش فبيطلع فايل اكس ام ال ومعاه انفورميشن كده، بتلود الاثنين جوه البرنامج انت فاهم. او الاليمبيك نفس الفكره، الاليمبيك هو فايل، هو اذكى الصراحه الاليمبيك لان هو اخف من الاف بي اكس وحتى اي اكستنشنز ثانيه، ان هو الفايل نفسه بينقل الجيومتري وبينقل معاه الانفورميشن بتاعه الانيميشن لكن مش ريج انت فاهم. لان برضو المشكله ان انت يعني مثلا المايه هتلاقي فيه سكريبتات كتيره جدا او تولز بتسهل عليك مثلا ديفورميشن زي اللي عارف انت الديفورميشن اللي بيبوظ في الباط او الرجل، ان انت في بيحصل ديفورميشن فبتركب تولز بتسهل عليك، ما اعتقدش ان ده هيتنقل عادي فاهم. عفوا اي حد عنده سؤال؟ ايوه في لا مستمع المايك دي زي المايه في سكريبتات الخارجيه اللي هي مثلا زي عام مدينه او حاجه دي لاكه بتتعمل مخصوص يعني مثلا بلجن اكيد ليه بلجنز اكيد. انا ما احتكتش مع بلجنز معاه الا لو في مثلا زي الريندر انك تجيب ارنولد اللي هو الارنولد ريندر انجن، بس بلجنز ل ريجنج مثلا كاركترز ما اعرفش ما عنديش فكره. اي سؤال؟ تمام جدا. طيب احنا كده هناخد بريك عشان بقى الشباب اللي هم بتوع الويك سوري الجدول اللي هو الجروب الثاني كنت عامل لهم درس بتاعهم هم كمان يبداوا. فالناس اللي حابه تاخد فكره عن اللي احنا الناس دي هتذاكره في الجدول الثاني يكمل معانا، اللي حابب يتحرك برده براحته، بس احنا كده هناخد بريك دلوقتي تمام.